السلام عليكم إخواني، كيف بقيتوا بخير؟ صحيحة، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. المهم اليوم غنحاول أنني نشرح لكم الإي كوميرس، وغادي نشرح إن شاء الله دروب شيبين، يعني في هذا الموديل كموديل من الإي كوميرس. المهم بالنسبة للناس اللي ما عارفاش المجالات ديال الربح والبيع باغ الإنترنت وما شافوش الفيديو الأول ديالي، حاولوا أنهم يرجعوا شوفوا المجال اللي غادي يقدروا يبدعوا فيه، اللي كيتوائم مع لي كومبيتونس ديالهم ان شاء الله. المهم الاي كوميرس هو الكوميرس الكترونيك، سا فو دير التجاره الالكترونيه. ما كاينش دابا اللي ما كيعرفش التجاره الالكترونيه، فقط كتمشي غير اليوتيوب ولا لي ريزو سوسيو اون جينيرال، انستغرام فيسبوك، كتلقى ضروري اعلانات. المهم يعني كاينين بعض الانواع ديال الاي كوميرس. عندنا الوسائل، مثلا كتشري كونتيتي كبيره او لا كتبيع كونتيتي كبيره، المثال ديال علي بابا، يعني كيبيع واحد الكونتيتي كبيرة. ماشي غير علي بابا، تقدر تشري من مواقع صينية أخرى ولا تشري من مواقع أمريكية على حساب. هنا كدير ستوك، يعني كتشري بكونتيتي وكدير ستوك. عندنا هنايا دروب شيبين بيان سور، اللي هو كيعتمد على زيرو ستوك، انت فقط كتخدمي باغ انترنيت والبيسي ديالك، ما كدير لا ستوك لا والو، يعني ما عندكش واحد التماس مع السلعة، فقط انت كتشري للعميل ديالك. المهم غنشرحهم بعد ان شاء الله. عندنا الاي كوميرس لوكال، هو واحد المجال اللي يلاه جديد في المغرب، ماشي نقولوش جديد ولكن نقولو بلي ولا تيدير بلاصتو، يعني ولا تعوض التجارة العادية، ولا كتعوض يعني الناس اللي تخدم في فيسبوك اون جينيرال، سيرتو ان المغاربة كي عندهم واحد الثقافة ديال فيسبوك كبيرة. المهم نحاول نشرحهم بعد. عندنا السيلين سانفيس، صافي دير كنبيعو الخدمات، مثلا الخدمة ديالك كتحاول دير شي خدمة وكتحاول انك تبيعها. الافيليت ماركتينغ بيان سور، بالنسبة للناس اللي مازال ما عارفين شنو هو، فقط رجعو الفيديو الاول ديالي ان شاء الله راه غادي يفهمو. ندوزو لواحد النوع ديال التجارة الالكترونية اللي شائعة مؤخرا، ماشي شائعة يعني راه كانت قديم، ولكن المهم راه شي حاجة اللي زوينة بيان سور راكم كتعرفوها، امازون اف بي ا، فولفيلمنت باي امازون. يعني امازون انت شنو كدير، كتحاول انك دير واحد الشراكه معهم، كتكون انت كسيلر عندهم، يعني كبائع معتمد عندهم، عندك شركه، عندك كلشي ديالك. يعني هنا انت كتشري السلعه من مواقع صينيه ولا امريكيه، يعني كتشري واحد الكونتيتي كبيره وكتحاول انك تصيفط للمخازن ديال امازون، وامازون يعني كتكلف بالبيع ديال هاد السلعه ديالها على البلاتفورم ديالها، على الموقع ديالها. انت فقط يعني كتوصل السلعه ديالك وكتنتهي المهمه ديالك، ما تعتبرهاش بهذه السهوله هذه، ولكن راه انت خصك ضروري تلقى واحد المنتج اللي يتباع، سواء ان يكون منتج محلي، منتج مثلا كاين الناس اللي خدموا على اركان، واخا اركان دابا مبقاش، كاين بزاف ديال الحوايج. المهم بالنسبه لي انا كرأي شخصي، اقل قيمه تقدر تبدا بها هي 50,000 درهم، 5,000 دولار. علاش؟ انك ما يمكنش تبيع برودوي واحد وتعول عليه، خصك ضروري او موان 4 ولا 5 ويلا يخدم لك منهم شي واحد. بيان سور خص يكون عندك واحد الخبره في الاي كوميرس، يعني تختار المنتوجات اللي غادي تكون على الاقبال واللي غادي تباع في المخازن، سواء ديال امازون اللي في امريكا ولا في الدول اللي في هاد البلاتفورم. هاد المشروع هذا ما كيكونش مشروع لحظي، يعني كتربح منه السيمانه ولا الشهر الاول، لا كتخدم عليه على مده طويله باش كيجوك مبيعات. يعني كل ما زادوك الريفيو، كل ما قدام البرودوي ديالك وتزاد تعرف، كل ما كان مزيان. يعني هنا راه كتخدم على واحد المده، يعني فوت عامين. نهضروا دابا شويه على الاي كوميرس لوكال. بيان سور واحد دابا حاليا انا ولا الاي كوميرس لوكال يعني ولا خدام. علاش؟ ان المغرب فواحد السوق اللي ناشئ، ماشي سوق اللي ساتوري، يعني ماشي عامر بالسلاح، يعني الناس يلاه ولات كتشري بلا باغ انترنيت، واخا ما عندناش ديك الثقافه ديال الشراء من الانترنيت، يعني كاين واحد التخوف انك تخدم بلا كارت ديالك، ولكن يعني راه واحد الناس راه ولات كتشري، ولا كاين الربح، كاين الناس راه خدامه على راسها. شخصيا كيبان ليا الناس اللي باغا تبدا راه كاين ما يدار في الاي كوميرس لوكال، يعني تجيبي سلعه من تشاينا وتدخلها وراه تقدر تبيعها، يعني انت فقط كتختار واحد المنتج اللي تمشي لك، وكدير له التسويق بيان سور على فيسبوك ادز اولا الانستغرام، يعني مواقع التواصل الاجتماعي. انا بالنسبه لي كتبان لي اقل قيمه تقدر تبدا بها، يعني غير تروج شويه، هي 200 دولار، يعني هي المينيمو 200 دولار باش يلاه تجيب سلعه وتكون المهم تروج بها.
ضروري تكون عندك واحد، تبني واحد السوشيال ميديا، تبني واحد الباج فيسبوك ديالك، واحد انستغرام، ضروري يعني يكونوا عندك، باش ضروري تلقى الناس اللي يشريو من عندك، ودير ضروري شي حملات اعلانية. هنايا انا كيبان ليا خصك تكون شويه كرياتيف، ما تكونش بحالك بحال الاخرين، ضروري تحاول انك توصل المنتج ديالك بواحد الطريقه اللي ايجابيه للمشتري، حيت هنا المهارة شويه كنشطرو، فهمتيني، ضروري خصنا تكون كرياتيف وتكون عندك واحد الابداع، حس الابداع، يعني كيفاش توصل هذاك الميساج، كيفاش توصل البرودوي ديالك للناس. وهنايا كتكون كاينه الكومبيتيسيون، واخا هي قليله ولكن راه كتلقى مشكله، هو انك كتلقى واحد البرودوي كيطيحوا عليه كاملين الدراري، يعني واحد خدام على واحد البرودوي يلاه كيجيبو كيطيحوا عليه الاخرين كاملين، يعني هنايا كاينه الكومبيتيسيون. اي ماشي كومبيتيسيون كبيره بحال امريكا، ولكن راه كاينه كومبيتيسيون، هنايا ضروري كتقتلها بالابداع، يعني كلما كان ابداع كلما حاربتي ديك الكومبيتيسيون. المهم حاليا انا نحاول ان شاء الله ان نشرح لكم دروب شيبين، كما كيقولوا هو سهل ممتنع، يعني سهل، ولكن الى خصك ضروري كطيح في مشاكل، ضروري خصك تحاول انك تحلهم. هنايا صراحة الله المجال مربح، مربح جدا، حيت عنده علاقة بالاي كوميرس، بويسكو كاين البيع والشراء، بويسكو كاين الانترنت، راه باقي خدام. كتب عليكم كاتب اللي يقول لكم لا راه دروب شيبين مات، دروب شيبين عمره ما غيموت، بويسكو الثقافة ديال الشراء باغ انترنت غادي كتكبر، راه كاين دروب شيبين وكاين العمل باغ انترنت. المهم هنايا باش نشرح لكم بعجاله، كيجي واحد الكاستمر، سواء كيجي لموقع اي باي ولا موقع امازون ولا الموقع الخاص بك اللي هو المنصه ديال شوبيفاي، كيدير واحد الاوردر، كيخلصك، كدوز الفلوس، يعني كتتم عمليه البيع قبل الشراء، قبل ما تشري البرودوي. انت كدروب شيبر اش كدير؟ كتمشي كتشري السلعه ديالو، يعني واحد الاوردر، كتمشي عند الموقع اللي غتشري منه، مثلا علي اكسبريس او امازون، كتدخل المعلومات ديال هذا المشتري او الكاستمر ديالنا، وكتصيفط ليه الاوردر، يعني كتدخل له لادريس ديالو، كتدخل ليه المعلومات الشخصيه، كل شيء. وانت وهذا السبلاير هذا اش كيدير؟ كيشد ديك السلعه وكيصيفطها ديريكتومون للكاستمر، يعني ما كيصيفطهاش لك انت، لا كيصيفطها للكاستمر. مثلا انت في المغرب والكاستمر كاين في امريكا والسبلاي ديالك كاين في تشاينا، هو كيصيفط لك، كيصيفط، انت كدير الاوردر هو هذا الكاستمر وكتصيفط له ديريكتومون السلعه ديالو، كتكون ديريكتومون فاس ا فاس مع الكاستمر، يعني الكاستمر ما كيعرفش السبلاي، الكاستمر كيعرفك انت، يعني هذا هو دروب شيبين بكل بساطه، كاين شي حاجه اللي صعيبه فيه، انت فقط نقدر نقولوا هنايا كوسيط، ولكن كدير الثمن اللي بغيتي، يعني مثلا واحد الايتم ديال 10 دولار انت كتبيعو مثلا ب 18، كيكونوا الفيس ضروري، يعني الاقتطاعات واحد جوج 3 دولار، داكشي اللي بقى يعني المتبقي كتحسب به انت. حاليا كاينين جوج منصات اللي هي معروفه في المغرب ومعروفه في العالم اجمع، انك دير فيهم دروب شيبين، عندك المنصه ديال ايباي وعندك شوبيفاي. نبداو ان شاء الله بايباي. ايباي هو واحد الموقع عالمي، انك تقدر تحط فيه لي برودوي ديالك، ملي كيتباعو كتاخد لا مارج ديالك. بالنسبه لي انا، يا اي واحد باغي يبدا الاي كوميرس ومازال ما عارفش، فمن الافضل انه يبدا في ايباي، يتعلم ايباي، يتعلم كيفاش يتعلم مع الكاستمر، كيفاش يتعلم مع يتعامل مع الزبناء ديالو، كيفاش يخدم، كيفاش يدوز لي زوندر، كيفاش يحط، المهم البروسيدور كامله كيكون عارفها، يعني الطريقه ديال العمل والاشتغال والاحترافيه كتكتسبها هنايا في ايباي. بيان سور ميمكنش نقولو ما فيهش الارباح، في ارباح وفي ارباح خياليه الا طولتي فيه وعرفتي كيفاش تخدم عليه. وعندنا منصة ديال شوبيفاي، منصة شوبيفاي غنية على التعريف بيان سور، هنايا كتنتقل لواحد المستوى أكبر، كتحاول أنك دير الماركتينغ ديالك، كتكون شوية المصاريف كتيرة، شوية ديال المصاريف يعني في البداية، كتحاول أنك تأسس واحد الموقع خاص بك، عبارة عن هاديك الموقع، يعني شوبيفاي واحد المنصة اللي كتيح لك أنك دير موقع خاص بك، وهي بحال اللي كنقولو كدير لك استضافة. انت هنايا كتحاول انك تجيب العملاء او الزبناء الموقع ديالك، كدير حملات اعلانيه وكتوكل على الله وكيجيو مبيعات. المهم بالنسبه للناس اللي باغا تدوز شوبيفاي، غادي نوريكم ان شاء الله، نعطيكم البادجيت، يعني البيدجي اللي غتخدموا به ان شاء الله، وفاش غتصرفوه، وشنو خصكم ديروا، يعني ما غاديش نعطيكم كل شيء، فقط غنعطيكم نبذه مختصره، حيت انا ما غاديش نشرح شوبيفاي، انا غنحاول اني نشرح ايباي، وغنركز بزاف على ايباي، ولكن هنايا راه شوبيفاي ضروري نهضر عليه. كرأي شخصي يكون عندك واحد 10,000 درهم، يعني 1,000 دولار مينيموم، علاش؟ باش كتكون كتخدم مرتاح، يعني ما كتبقاش
مزيه بالفلوس وداكش، يعني ضروري كتقلب على البرودوي اللي تباعو لك ولا يخدمو لك وكتخدم على راسك. هنايا فاش كتصرف هذيك الفلوس؟ اول حاجه كتصرفهم في ابليكاسيون، لي ابليكاسيون مثلا ديال فولفيلمنت، ديال الماركتينغ، ديال الايميل، بزاف ديال الحوايج ادفاستين او الادز، يعني الحملات التسويقيه كتقدر تاخذ لك حتى 70% من راس المال ديالك. خصك يكون عندك، كتخدم فيسبوك ادز، كتخدم انستغرام انفلونسرز، كتخدم سناب شات، يعني جميع مواقع التواصل الاجتماعي فيما كان بنادم كتحاول تسوق المنتج ديالك سواء مجانيا سواء بالفلوس. تولز الا كنتي محتاجهم، يعني ضروري غتحتاجهم في واحد الوقت، تولز يعني كيسهلوا لك الخدمه. سترايب هو كيفاش تقبل البطاقات الدفع، يعني هنا فاش كيجي الناس يجيو يشريو من عندك من الموقع ديالك كيشريو، كاينين جوج طرق، يا اما غيشريو بلا كارت بونكير ديالهم يا اما غادي يشريو بالباي بال. باي بال بيان سور راه حلو ساهل. سترايب يعني هنا فاش خصك دير سترايب يا اما كدير ال ان سي يا اما كتشوف شي واحد كيصاوبو لك. عندك هنايا مانتلي سبسكريبشن في شوبيفاي ضروري، يعني كتخلص هذيك المنصه ديال شوبيفاي على حساب، يعني من الاول كنبداو ب 29 دولار هي اول حاجه. هنايا كتخلص بعض الخدمات في فايفر، مثلا الا خصك شي فيديو، يعني فيديو تسويقي خص ضروري تشوف شي واحد اللي يصاوبو لك. كتشوف عاوتاني من غير هاد الفيديو التسويقي كاين بزاف، مثلا الديسكريبشن ديال واحد الايتم، مثلا التعديل على بعض الصور اتسيتيرا. دومين نيم يعني هذاك انت كتحاول انك تشري واحد السميه الموقع ديالك، حيت في الاول ما كتكونش معطيه لك السميه الموقع، انت كتشريها يعني كدير واحد سبسكرايبشن واحد العام اولا على حسب المده، يعني كل عام كتبدا تجدد وكتسمي الستور ديالك. والتايم يعني القالب، يعني كيفاش كيبان فاش كيدخلوا الناس الموقع ديالك، كيفاش كيبان ليهم، كيفاش كيشوفوا الصور، كيفاش كيشوفوا المنتجات اتسيتيرا. بالنسبه ليا هنايا ضروري تكون عندك واحد الخبره في الاي كوميرس، يعني ما تمشيش وتلاح ليه، الا جيتي وتلاحيتي ليه تقدر تدخل في واحد الخساره اللي تقدر تهرسك، وحنا هادشي ما بغيناش. يعني ضروري تعرف شويه على الاي كوميرس على الاقل واحد 6 شهور في اي باي، وبعد ديك الساعه توكل على الله. بيان سور تكون عندك هنا الانجليش، علاش انجليش؟ ضروري حيت باش غادي تهضر مع الناس الكاستمر ديالك الزبناء، ما غاديش تهضر معاهم باللغه العربيه ولا الفرنسيه، راه هما تهضر معاهم باش باللغه ديال البيزنس اللي هي الانجليش. انا كنفضل انني ندخل المجال ونتعلم بشويه بشويه، ماشي نبقى نخلي انجليش عائق، حيت بزاف ديال الناس كيقول لك انا عندي مشكل في اللغه. لا، ما تخليش هاد الاخر، تخليش هاد العائق يوقف لك في طريقك، ضروري تعلم اللغه او ميم طون تاخد الفوتوشوب المونتاج، بزاف ديال الحاجات خصك تعلم لهم. يعني فاش غتجي دير ادس خصك ضروري يكون عندك هاد الخبرات هادو، ميمكنش اللي ما كتعرفش الفوتوشوب غادي تمشي ضروري تمشي عند واحد فايبر يصاوب لك التصويره فوتوشوب، لا تعلم ليها، تعلم المونتاج، يعني هادو يكون عندك خبرات. هنايا باش كتنقص عليك شويه ديال المصاريف، كيبان لي هنايا تكون عندك واحد الحضور في السوشيال ميديا، يعني تكون عندك دو باج على الاقل في انستغرام، دو باج في فيسبوك، دو باج في سناب شات، في بنتريست، يعني ضروري يكون عندك واحد الحضور وكتبنيهم، حيت من بعد في الاول ما غاديش تبغيهم، ولكن من بعد غادي تلقاهم هما اللي غادي تجيب منهم طرافيك، هما مناش غادي ينقصوا عليك بزاف ديال المصاريف. راه كتشوفوا هنايا راه 70% غير ديال الادز. نمر الان الدروب شيبينغ في اي باي، يعني اللي غادي ان شاء الله غادي ندير عليه فيديوهات ونحاول أن نشرحه ما أمكن، نحاول نبسط، عارف أن الفيديو ديالي طوالين ولكن نحاول أن نبسط ما أمكن. بالنسبة لي أنا يخص ضروري تكون عندك 18 عام، مكانش عندك 18 عام فقط سير تعلم مجالات أخرى، جمع رأس المال دخل توكل على الله في إيباي. بانك أكاونت يعني يكون عندك واحد بانك أكاونت، يعني واحد الحساب مصرفي. من بعد غادي نحاول أن نشرح لكم إن البطاقات اللي هتحتاج ان شاء الله، غادي تحتاج واحد الحساب في ايباي ان شاء الله، نحاول نوريكم الطريقه كيفاش ديروا حساب، كيفاش تقادوه، كيفاش المهم الاعدادات ديالو ان شاء الله. خصكم واحد الحساب باي بال، ان باي بال و ايباي شركه وحده، ضروري فاش كتجيك الخلاص غيجيك عبر باي بال، غتخلص تماك نوريكم كيفاش تخدموا عليه ونعطيكم بعض الارشادات. بالنسبه لي اقل راس المال تقدر تبدا به هو 50 دولار، يعني 500 درهم،
هذيك ال 500 درهم ان شاء الله غادي نوريكم علاش تحتاج هاد ال 500 درهم، رغم ان الفلوس كيدوزو ديريكتومون الباي بال، كاين واحد الحاجه هنا كنسميوها الوب. المهم هنا كنقترح عليكم ديروا واحد الايميل جديد، يعني ماشي شخصي، يكون ايميل عادي، يكون @gmail.com. هذاك علاش تخدم به، تربطو ضروري مع ايباي، دير به باي بال، دير به يعني اي ميساج مهم يعني من هاد الشركات ولا غتحتاجو ضروري يجيك ديريكتومون لهداك الايميل، بلا ما يجيك الايميل الشخصي ديالك واش تقدر تشوف واش تقدر ما تشوفوش. والاهم بالنسبه ليا هنايا هو انك تختار واحد السبلاير، يعني سواء علي اكسبريس، امازون، بانغود، ان شاء الله راه ندير عليهم واحد الحلقه مبسطه، يعني هادو كاملين اللي فوق راه نبسطهم. انا فقط هذه مقدمه ديال على دروب شيبين ولا الاي كوميرس. يعني هنايا كتحاول انك تلقى واحد المزود ديال السلع اللي غادي يزودك بالسلعه، وهنايا كتتفق معاه. ضروري يكون عندك غير شويه لي بازيكس ديال الفوتوشوب، يعني تكون كتعرف شويه في الفوتوشوب، تكون عندك انجلي بعدا هاي هاو ار يو، كيفاش تكتب واحد ايميل اكسيتيرا، يعني شي حاجه بسيطه ماشي شي حاجه كثيره اللي تخليك انك تحبس. والاهم بالنسبه لي هي انك تكون موتيفي، ولكن ما تكونش متسرع، ما يكونش عندك واحد الحماس رخيص، فقط انك انت تكون كتموتيفا وتحاول انك تصبر. يعني اهم كلمه نقدر نقولها لكم هي انكم تصبروا، صبروا ديك الساعات ان شاء الله راه النتائج كتجي من بعد. والاهم بالنسبه لي هنايا هو تكملوا معايا الكورس، يعني الا بديتوا كملوا معايا، يعني تبقاو تشوفوا الدوره كامله، حاولوا انكم تكملوا الدوره كامله. هذا مكان بالنسبه للناس اللي ماشي ابوني عندي في لاشين، يحاولوا تابونا ياكتيفيو النوتيفيكاسيون، يعني يبركوا على داك الجرس. ومرحبا بكم مره اخرى، واللي بغى شي حاجه ولا فقط يحط السؤال ديالو في لي كومونتير او اللي يدخل المجموعه ديالي ويحط السؤال ديالو، ان شاء الله انا نحاول نجاوب عليه. المهم هذا مكان، وتبارك الله عليكم.